السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي باريش. دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عند الشعب المغربي العظيم، في هذه الأثناء وحنا نتكلم وقع ضجة كبيرة في مخيمات تندوف وبين بوليزاريو وأنصارها، تحت سؤال مطروح واضح طرحه جميع عناصر بوليزاريو: ما هي إنجازات إبراهيم غالي منذ توليه رئاسة البوليزاريو لحد الآن؟ أو بالأحرى سؤال ثاني: ماذا حقق إبراهيم غالي البوليزاريو لساكنة المخيم؟ ماذا حقق إبراهيم غالي؟ ما هي إنجازات؟ ما هي انتصارات إبراهيم غالي؟ أسئلة كثيرة طرحت، غنسمعوا تسريبات وإجابات. حياكم الله ويحيي الشعب المغربي العظيم. السلام عليكم. الشعب يريد الاستقلال 1970. شحال نهارك مزين حنا وحالك؟ ياك معكم باس كذا خير. ايوا ماني عارف الى عاد انجازات تحت الطوابل، ما نعرف ما فيه شي تحت الطوابل، احنا ما نعرفوه، علمو عند الله. شي ظاهر والله ما قد شفناه، حق هاك ظاهر واضح، حق حاجه اللي عنه ما خارج حد ما هو عارف اللي ظاهر. هو قال لك المشا في السماء يتعتلوا، شي ظاهر انا ما شفناه، حق ولا انا عارف عايش تحت الطواب العالم به الناس اللي فعلا ناصر ابراهيم غالي. ما انا قاعد يا خويا قد سمعت مره ما ادري اوجي وبقيت الان تفكر في سبحان الله امراه مسجله صوتيه تامه في هذا ايش حيكم غالي وما نعرفهاش غالي واللي ما يبقي غالي والزنطر قاعد زنطيفهم. وبقيت الان تفكر تصريف المالك في ملكه يخلق الله ما يشاء، حق صوتيه كامله غالي غالي ما نعرفهاش. وهذا الشعب العظيم ما ينجح ما هو قالي وحالف عنه ما ينجح ما هو قالي. وهذا الشعب العظيم وهذا الجيش العظيم حالف عنه ما ينجح ما هو قالي. وقالي يا قالي وصل انت قالي ورفعت النار وصنا قدام الخوانة ورفعت النار وصنا قدام الخوانة. وقالي ويا قالي قالي وصل انت قالي كشكم يا الخوانة شلاه تعدلوا الليلة شلاه تعدلوا الليلة. نحن الليلة لا نوم ولا نوم ولا نوم وديف في ذات الليلة في المخيم. وكشكم يا الخوانة الله لا درت نهار يعود علينا شما هو قالي والقايد الأعلى للقوات المسلحة. كشكم 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 وكشكم يا خوانا وكشكم كشكم 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 ايه ايه وكشكم يا الخوانا كشكم ايه كشكم 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 وكشكم يا الخوانا. غالي غالي ما غالي ما ولا خير محمد عبد العزيز لا خير من الشهيد الولي لا خير من الرجال ضحال ولا باقي خيص. سبحان الله بقيت تفكر في المجتمع حق به لا النفاق هذا نعوذ بالله ومرحبا وسهلا. ويقول لكم الشعب الصحراوي عن الهول والقيثان والشعارات والهبة الشعبية ونقنة والكادحين والقومية العربية والشيوعية والأقاني الشيوعية ما تتحرك فينا زقبة، لا هي ولا قيثانها ولا هولها ولا شعطاتها ولا رقاصتها ولا طبولها ولا القيثان ولا الهول ما تحرك شعرة ولا الصحراء ولا الصحراء ما هي وعد الموت وعد الكرامة وعد الحرية وعد الازدهار حق بعض. هذا هو الواقع، هذا مال يالتك اللي رقاش يفهموا، هذه هي الحقيقة. قد وصل السيل والزباء اليوم إلى عاد كان الواد لا حياة في الوادي ولا في الوادي من تنادي. اليوم متواجدة فيه الناس تنادي وفيه الناس حية تنادي، حد كامل يبقي لنا الموت ما لنا ماشيين معاه ولا لنا عاطين القوت، حد يبقي لنا الدمار ما لنا عاطين الخزامة، وحد يدور عدل من المقابر ما يقودنا ولا يمشي بنا. احنا ندور الحرية والكرامة، ندور الإحياء وندور الحياة، ندور الازدهار والرقي والتطور حتى يرث الله الأرض ومن عليها. مرحبا بكم وسهلا وهلا.